when the war in the Nuba Mountains started in June 2011, hundreds of thousands of people were displaced from their homes. الأولاد اللي هسه ده إنكم في تعبان هسه ما عندنا ولا حاجة عشان نجيب راس جارينا من اليوم ده نحن من جارينا من الجبال النوبة نحن جارين ما يالنا نفتش مهل عشان نقعد نستهرى ما لقينا فوق ناس لكن حتة صغيرة كده ولقينا طبعا البيام واقف لكن ما فوق زول ومهل غابة و ناس البلد قالوا ده مهيل اسمه ايه ده هنا قعدنا فيه ناس البلد استقبلونا وقعدنا هنا ما عارفين بيجينا شنو. 4 years later, YIDA is now the home to over 70,000 refugees. بمجادلة بتانا بيتاب بتانا هنا هسه ماشيين في 4 سنة. نسخوس كوميونيتي ما عندنا هم مراقبين بينا لحد الان لكن المنظمه بتاع يو ان بقى خلاص خربت معنا نحن لحد الان ما يريمنا النزوم بتاع اللاجي شنو يو ان ده الاكل ما داير يدينا قال لازم نرقى لو ما رقلت ما بنديكم اكل الحربيه ما تجري هنا قلنا نرحل وين؟ نرحل وين؟ هنا لما جينا هنا انت جيتوا لقيتينا ونرحل نمشي وين؟ ونحن قاعدين لحد 4 سنين وقال هنا مؤخرين مؤخر عشان يثبت لنا ماسكر رفضوا قال هنا لسه نمشي قدام. الناس دي جونا قالوا بعد كده هنا نجاحي سلفزنا للرغول انا قلت لهم اجي انطوك ذاته امشي اشيفه ما في المواطن يمشي هناك قبل انا امشي اشيف المهلات ده خلوا صرا ابي انا مسؤول مني عندي اماتي انا مسؤول مني نظراتي ما شاء الله ده الحاجه خلاني انا خشيت السوق عشان اقدر للاسره ده انا المنظمه برا ما بقدر للاسره بتاعي ده نام ياكل 4 ملوى تام ده لكن البسه كيف؟ ها؟ وين ده؟ يعني في انا شايف يعني في ده يعني انا هسه قعدت زي ما كان انا كنت فيه في الهم انا كان شايل خام بس الاسره لكن لما هسه قعدت اشتغلت نفس شغلي كان في الهمر هسه النوبة كله أسا الزرع العملية فدان بتسمسم فيه العملية فدان بتفول فيه العملية زرع فيه إذا كان النوبة ما يشتغل شغلين زي ده الإخاذة بيتنا ما بكفو هسا النوبة توصل هسا أي زول مهنة بيتاو العمل زرع فيه العمل تجارة فيه يس جود افترنون جود افترنون هاو ار يو لكن هسا لما نقول لهم صار سيت انا ترهلوا انا شايف الحته دي يعني ما صح كده The greater power of education change the young and old. We are the young people of tomorrow. نتاني هاي دخلنا تاني في تاب دخلنا تاني في تاب يعني كده ده الحاجة أنا شخصيا كده أنا رافض ما نمشي بناخد في إيدك